الركنة. عادل ماركي دوري الخطير، تصويب ولكن في الدفاع وضرب الجزاء. حكم اللقاء اداها على طول ضرب الجزاء لصالح اياكس هولندي. عرضية لعبة جميلة جدا، جت في يد مين؟ جت في يد اللاعب الكرواتي ماركو ليفايا. وحكم اللقاء يدي ضرب الجزاء وانزرتي تاديتش والركلة والهدف الأول. جول جول جوا جول. الهدف الأول، الضربة الأولى الحسنة الأولى والوحيدة في المباراة حتى الآن. هدف التقدم مشاهدينا للكبير الهولندي، يتقدم الآن على أصحاب نرسل الهجمة البرازيل. اللمسة من تقطور الجماعية والهدف الثاني. جوا جول جوا جول جوا جول. الهدف الثاني عملوها ثاني وسجلوا مشاهدينا الهدف الثاني. الضربة الثانية اليوم في مرمى أياك الهولندي. ترجع كورة جارت بايل. جول جول. الملكي في قلب روما متعدي جارت بايل. ريال مدريد ينسى جراحه الإسبانية قاضية وهذه كرة بايل وبالرأس. لوكاس فاسكاز بهدف الامتياز. أول وكرة بداية العرض لأصحاب الأرض. الفريق العاصم الروسي يسجل أولا. سيسكو داخل منطقة الجزاء كرة عرضية والمتابعة والتعادل. الفريق الضيف التشيكي يفعلها عند الدقيقة بالنقاط الثمينة والمهمة. هذه كرة عرضية بروس لوكاس. لوكاس يسجل بالروس في أرض الروس. في أرض الروس لوكاس إيدار يهدي فريقه. وصلت على مشارف في منطقة الجزاء. المحاولة خطيرة والتسديد. هو كورني، هو كورني ماكسويل يسجل في مرمى إيدرسون. يضع الكرة في المرمى ويعطي ليون التقدم الآن بأول أهداف اللقاء. اشرب يا عم غوارديولا. ما بين ثلاث فرق قد تتساوى برصيد 90 نقاط. كرة بمحاولة لكن التعديل لبارتي المتخصص في الأبطال. الفرنسي يسجل بعد أن أنقذ السيتيزن في شوط المباراة الأول. يعود مرة أخرى في اللقطة الماضية وفي المحاولة الماضية لعملية الإنقاذ. أودي إنزونزين دومبيلي كرة بمحاولة تصل إلى كورتيو. ماكسويل كورني يواصل التألق، يواصل التألق ويسجل الثاني. سلام بابا سلام، سلام يا كورني. يسجل ويقول الآن يبحث عن التعديل. يلعب الكرة في منطقة الجزاء الرأسية. جول جول. هو الأمير، الأمير أغويرو. الكون يسجل، يعدل النتيجة وينقذ غوارديولا. الكون أغويرو. كانسيلو رونالدو، رونالدو ولا جول.
رونالدو ممرر اكستراورديناري، يحط كرة في اتجاه مانجوكيتش وجول من اروع ما يكون هذه اللعبة. كانسيلو كريستيانو مانجوكيتش، ومانجوكيتش في الجول عند الدقيقة 13. لعبة رائعة بين البرتغاليين، كانسيلو رونالدو على طبق بيسرى لمانجوكيتش، خلى الكرة ضربت في وجه رجله اليمنى وجول. رائعة الكرة من الممرر الرائع رونالدو. وسط ثلاث لاعبين الريبيري راوغ يدخل يسدد جول. روعة يا الريبيري، فاصل من المتعة يا الريبيري، ما أجمل كورتك يا الريبيري. يا سلام يا سلام على كرة، هذه الصورة، هذه اللقطة، هذه المراوغة. شوف كيف تلعب باللاعبين، كيف حط في الزاوية البعيدة، هدف من أروع ما يكون يا ريبيري. هدف روبن يتوغل، روبن. يا سلام، سلم يا روبن. أي متعة هذه يا روبن، أي جمال في هذا الأداء يا روبن، كل شيء جميل معك يا أريال روبن. ليلة المتعة وليلة الإبداع، أنت نعم بطل الليلة اليوم يا روبن. في ظرف 30 دقيقة تسجل هدفين، والهدف الثاني أجمل من راسيته، تجد حارس اليقظة. جول ليفاندوفسكي، ليفاندوفسكي يوقع الهدف الثالث مشاهدينا الكرام. الطوفان البافاري متواصل، والليفا يسجل في هذه اللحظات. الحل جاء من ركنية، نعم، بعد التسديدة وبعد الراسية لتوماس مولير جاء الدور على ليفاندوفسكي. شوف الإعادة مشددا، هنا خطأ في الإبعاد. صفر بينما لدينا فرصة، كرة الجول. بدأ قوية بنفيكا. جيتسون البديل يقلص الفارق مشاهدينا الكرام. جيتسون البديل يقول بنفيكا حاضر، بنفيكا موجود، بنفيكا يتحدى البايرن في حضرته في قلعته. مسجل في الشوط الأول، تلعب الركنية، كيميج والراسية. عاد إليكم من جديد ليفا، يسجل من جديد ليفا، يصور الشباك من جديد. هكذا هي هوايته، هكذا هي عادته. ليفا من كل الأماكن يرجع من جديد ويغازل الشباك بالرأس، هذا هو تخصصه. الارتقاء جميل والرأس. ريبيري يتقدم، ريبيري فرصة. ريبيري، جاء دورك يا الفرنسي. فرانك ريبيري بعد طول انتظار يسجل خامس الأهداف للماكينة البافارية. هل من المعقول ألا يسجل ريبيري اليوم؟ الأولى، لكن ضاعت الفرصة من راشفورد. أدي واحدة من لوكاكو، أدي استلام، وأدي فرصة. يفعلها في اللايني، يفعلها مروان في اللايني، يفعلها في اللايني هنا في هذه اللقطة، يحسم الأمور المان يونايتد.